ثالثا، أغني معجمي، أبحث في النص عن مرادي فيما يلي: بالعياء، بالتعب، لوم، عتاب. أهيئ، أعد، أصحابك، أصدقائك. أربط بسهم الكلمة وضدها: انسداد، انفتاح، بدأت، أتمت، أنهت. رابعا، أفهم بما أحس الطفل لما استيقظ من نومه. أحس الطفل بالتعب وانسداد في أنفه. لما عاتبته أمه؟ عاتبته أمه لأنه ترك النافذة مفتوحة أثناء نومه. ماذا قدمت الأم لطفلها ليشفى؟ قدمت الأم لطفلها ليشفى الدواء وعصير البرتقال. لماذا ينبغي على الطفل أن يتجنب الاقتراب من أصدقائه؟ ينبغي على الطفل أن يتجنب الاقتراب من أصدقائه كي لا ينقل إليهم المرض. خامسا، أستثمر، أضع علامة في أمام الأفكار غير الموجودة في النص. لامت الأم ابنها، فكرة موجودة في النص، لا أضع علامة. شرب الدواء يعجل الشفاء، فكرة موجودة في النص، لا أضع علامة. اللعب مع الأصدقاء لا ينقل المرض، فكرة غير موجودة في النص، أضع علامة. عارض الطفل توجيهات أمه، فكرة غير موجودة في النص، أضع علامة. كيف نتجنب نزلة البرد؟ نتجنب نزلة البرد بغسل اليدين بالماء والصابون وبعدم الجلوس في مجرى الهواء.